بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الفرسان. الحقيقة دي آخر حلقة في موسم 23، عايز بس أبتديها بتقديم التهنئة والتقدير والتحية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بنتيجة غير مسبوقة، وأعتقد أن شاهد لها العالم، لأنها الانتخابات تم عملها في جو ومناخ ديمقراطي بصراحة كان عرس انتخابي. بحيي سيادة الرئيس وبنبارك له كلنا، مش فريق العمل برنامج بس، بل جموع الشعب المصري اللي أعطوه ثقتهم وهو يستحق هذا. بس عايز أقول لفخامة الرئيس إن في بعض الملفات نتمنى إن هي تكون من أولويات فخامتكم في الولاية الجديدة، أهمها طبعا يعني تحريك الأسعار. إحنا عارفين طبعا إن الأسعار ابتدت تنزل في يعني اليومين اللي فاتوا، ابتدت الأسعار تتحرك مع إنها ما نزلتش بقالها فترة، لكن إحنا عارفين إن ابتدت يعني تتحرك شوية، فنتمنى إن برضو تفعيل الدور الرقابي يا ريس على الأسعار عشان منع الاحتكار ومنع التلاعب في الأسعار. حاجة تانية يا ريس، الملف الاقتصادي. الملف الاقتصادي نتمنى إن هو برضو يبقى، إحنا عارفين إن حضرتك الملف الاقتصادي مهم جدا وفي جولات وصولات كتيرة جدا ويعلمها القاسي والداني اللي حضرتك عملتها، لكن برضو نتمنى إن يكون في دعم للمجموعة الاقتصادية بما يتناسب مع الواقع الفعلي للشعب المصري. برضو في حاجة تانية مهمة جدا يا فخامة الرئيس، نتمنى أنها تكون برضو من أولويات فخامتكم، إعادة الحوار التنافسي بين الدولة ورجال الأعمال. مهم جدا يا سيادة الرئيس أن احنا ندي الثقة لرجال الأعمال كونهم جزء من الحل الاقتصادي في مصر، ده مهم جدا. يعني عايزين فعلا نحتوي رجال الأعمال، وكثير من التسهيلات عارفين ان في تسهيلات والرخصة الذهبية والعديد من التسهيلات، ولكن نتمنى في 24 ومع بداية ولاية فخامتك الجديدة يكون في تسهيلات اكتر لرجال الاعمال ونعطيهم الثقة اكتر. فخامة الرئيس، كما عهدناك ننتظر الولاية الجديدة تكون عنوان للتنمية والازدهار وعزة للوطن، وتأكد فخامة الرئيس إن الشعب كله يقف خلف سيادتكم. نحن معك سيادة الرئيس ومع القيادة السياسية في أي قرار يتم اتخاذه. فخامة الرئيس كل سنة وحضرتك طيب، وبنحيي حضرتك طبعا على مجهود حضرتك الكبير جدا. معانا سيادة النائب يسر الأسيوطي على الهاتف. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. سيادة النائب، ازاي حضرتك؟ الحمد لله نشكر ربنا تمام وكلنا طيبين. احنا بنتكلم يا سيادة النائب على يعني ان احنا عشنا عرس انتخابي ونتمنى ان العرس ده يكمل باستكمال حاجات كتيرة جدا. عايزين بس ما نستغل وجود حضرتك معانا ونسأل ما هي اهم القوانين الموجودة تحت قبة البرلمان ويجب سنها والموافقة عليها خلال عام 24. في البداية بنهني الشعب المصري بالعام الجديد، وبنهني الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وبنهني الشعب المصري على اختياره القيادة الحكيمة ورئيسنا المحبوب رئيس عبد الفتاح السيسي. احنا بالبرك للشعب مش بالبرك للرئيس، ده تاني حاجه بالبرك للرئيس، لان احنا وجود رئيسنا المحبوب كرئيس جمهوريه مصر العربيه بقوه وشجاعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا بنهنى انفسنا وبنهنى الرئيس وبنقول له كل سنه وانت طيب والف مبروك والف مبروك في المرحله القادمه ومزيد من المراحل القادمة. أنا كمصري أنا بتشرف برئيسي ومش عاوز الست سنين الرئيس وأفتخر يا سيادة النائب. طبعا رئيس وأفتخر. تمام يا سيادة النائب. لغاية 2030 أنا عاوزينه لغاية 2036 ولغاية يعني مدة طويلة. بالنسبة للقوانين حضرتك، يعني هو في قانون مهم وقانون دستوري. قانون الإدارة المحلية. تمام. يعني أنا بنتمنى البرلمان يعني هو القانون حاليا في المكتب الفني ان هو يرجع للجنه الاداره المحليه، وهي طبعا في تعديلات هتبقى فيه لان القانون دوت كان
يعني مر عليه الوقت تقريبا كده في حدود 8 سنين، اللي هو لما كان نزل في المجلس ورجع للجنه. ده بس هو ده موجود مهم في اللجنه جدا. بقاله فتره يا سياده النائب. لا هو مش موجود، مش داخل اللجنه حاليا، هو في المكتب الفني تمام. بتاع المجلس. ان المفروض ان هو هيرجع للجنه الاداره المحليه عشان هيبقى في تعديلات وفي تغييرات طبعا، لان في تطورات حصلت. تمام. لان القانون ده مهم كاداره محليه، لان ده قانون، ده يعني ده دستوري، مش يعني المفروض اننا في الانعقاد اللي فات 2015 2020 كان القانون يكون كده. لان تمام. في كمان في القانون في حدود 11 ماده بتوع الاداره المحليه، بتوع الانتخابات، المجالس المحليه. تمام والمجالس المحليه مهمه جدا يا فندم يعني، جدا. بتبقى يعني خدمه للمواطن وخدمه للدوله وخدمه للحي نفسه. فده الاداره المحليه طبعا قانون مهم قوي قوي قوي. فالمفروض ان شاء الله المجلس ربنا يوفقهم ويلجأ يجي اللجنه ويوافقوا عليه في الدوره. نتمنى. ايه القوانين تاني يا سياده النائب غير القانون ده؟ يعني انا قانون الاداره المحليه دوت في اولوياتنا. احنا تمام. محتاجين قوانين في الاقتصاد بقى والاستثمار. يعني انا الفتره اللي جايه محتاجين قوانين تشجع على الاستثمار في مصر وتشجع على تمام. الاقتصاد في مصر وتبقى جاذبه مش طارده. يعني تمام. تسهيل في كل القوانين اللي تخدم الاقتصاد يسدناها في الدوره الحاليه. تمام. عايز برضو استغل وجود معاليك معانا وحضرتك شاهد عيان على الانجازات، فاخد من حضرتك نبذه كده سواء الانجازات البرلمانيه الاخيره او حريه الراي. وحضرتك يعني سياده النائب خبير برلماني وعارف ان بعض القضايا الشائكه بيتم مناقشتها في البرلمان. راي يعني حضرتك ايه في حريه قانون كان مهم قوي، قانون اللي هو المصالحات تمام على المباني المخالفه. تمام. يعني القانون ده يعني بنشكر المجلس عليه وبنشكر مجلس الوزراء والحكومه جميعا. تمام. هو حاليا القانون اتوافق عليه وسيد الرئيس مضى عليه، وحاليا في اللائحه التنفيذيه، وتقريبا اللائحه التنفيذيه ان شاء الله بكره هتخرج للنور. يعني بكره ان شاء هتبقى الله اللائحه التنفيذيه خلصت تخرج يعني. بكره باذن الله يعني ان شاء الله في 24 في انفراج للناس اللي هي المباني المخالفه. تمام. هيبقى في بشرة التفارق، الناس كويسة دي اللي يا حتى سيادة اترفض النائب. حتى اللي ناس تمام. اللي اترفضت في القانون السابق اللي هو في 2018 ومعاه تمام. نموذج ثلاثه، لا هيعملوا التماس وان شاء الله هيتوافق عليه. فدي انفراج للناس وده حاجه كويسه قوي. تمام. وحلوه للدوله ان هنا تمام. برضك القوانين اللي هي تمام. المخالفات هنا تمام. يعني الدوله هتهد ملايين المباني مش هتهدها، لا لا، هي يبقى على قانون الاقل التصالح هيبقى فايده للطرفين يعني. فايده للطرفين. تمام. واخد بالك؟ فده ان شاء الله اللي هتنزل بكره يعني في سنه 24. هينفع اخد انفراد من حضرتك لبرنامج الفرسان بالنسبه ما وصل اليه قانون الايجارات القديمه؟ لا هو لسه في اللجنه، لان ده القانون ده بصراحه شائك جدا. انا عارف يعني، انا تناولته كتير. القانون ده بيمس الساكن والمستاجر. تمام. يعني المستاجر والمؤجر. فلما تيجي تشتغل في القانون ده وهو كان في اللجنه يعني اتعرض في الجلسه العامه وتم رجوعه برضه في القانون الاداره المحليه للجنه لمزيد من الدراسه. ان شاء الله. فيعني القانون يعني في ناس تيجي تقول لك انت بتيجي لصالح المؤجر، وفي ناس تقول لك لا طب ما انا علشان كده بقول لمعاليك ان هو يعني قانون شائك جدا واقراره مش بالساهل يعني. يعني هو متدخل فيه شخصيا رئيس الجمهوريه يعني طبعا الرئيس. طبعا طبعا انا عرفت ان معالي فخامه الرئيس ان هو يعني ادى تعليمات برضه بدراسه القانون دراسه مستفيضه يعني. مهتم بيه سياده الرئيس على اساس تمام. ان هو برضه هو العادل، هو الرئيس، هو تمام. المؤجر في ظلم من ناحيته والمستاجر ما في ظلم من ناحيته. يبقى انا على اساس يعني اللي انا يعني شايفه ان يعني الدوله يجب تعديلها يا فندم يعني. نأمل يعني في ظل المناخ الديمقراطي ان يجب تعديلها علشان ما يبقوش يعني أيوة. اصدقاء يعني. يعني دلوقتي بيقولوا على الساكن والمؤجر اعدقاء مش اصدقاء، فنتمنى أيوة. يتحول هذا الدوله تتدخل بقى يعني، الدوله تتدخل الدوله في المؤجر مع الراجل المستاجر تمام. النهارده. طب انا هروح فين؟
فممكن يقدر يوفر لكن له لو في تحسين، المتاجر لو تحسين البديلة. الايجارات برضو بنسبه، يعني ما ينفعش شقه ب 5 جنيه الناس بيدفعوا بالسنه، يعني برضو حاجات برضو يا معالي النائب يعني ما في نتمنى ان هي يعني تدخل الدوله بس لما سريعا. المؤجر يقول لك ايه، ما انا لما جيت اجرت ب 5 جنيه كان البيت ده كله يساوي كام؟ تمام تمام يعني ده من وجهه نظرهم. فانا شايف ان الدوله هنا تدخلها، احنا عندنا شقق في مساكن يبدا وبخاصة الشقق المغلقة يعني نديله نديله دعم. تمام يعني نديله دعم ان هو يقدر ان ممكن ياخد الشقة ديت اللي هو مقابل الشقة بتاعته وإيجار مخفض. والله يعني الدولة تشيل عشان تحل الموضوع. اقتراح صائب من حضرتك، وطبعا نتمنى بقى ان حضرتك تشرفنا، يعني مش مداخلة تليفونية، حضرتك تشرفنا ان شاء الله. أنا في نهاية الاتصال بتقدم بخالص الشكر والتقدير للخبير البرلماني النائب يسر الأسيوطي. ألف شكر يا فندم. تحت أمرك فندم، تعيش يا فندم. ألف شكر يا فندم، اتفضل يا فندم، اتفضل. أعزائي المشاهدين، كما لاحظنا إن هناك حراك داخل المجلس لسن عدد من القوانين تكون بالخير على الشعب إن شاء الله في 2024. استكمالا للاخبار الكويسه، في اخبار انفراد اعتبرها اخبار صحفيه اقولها برضو لحضراتكم، هي اخبار سعيده للشعب المصري مع بدايه السنه الجديده. تعيينات حكوميه ل 50,000 خريج خلال 6 شهور بدايه من يناير 24. تاني خبر، تعيين 2000 امام وخطيب وعامل بوزاره الاوقاف مع بدايه العام الجديد. ثالث خبر، الإعلان عن مسابقة لتعيين 30,000 مدرس في عام 24 لسد الفجوة الخاصة بالمدرسين والمدارس. في خبر بقى مهم جدا جدا لأصحاب المعاشات، تطبيق الحد الأدنى للمعاشات إلى 1300 جنيه بدل 1105 جنيه. ده إن شاء الله هيبقى بقى برضو بداية العام الجديد. أخبار كلها سارة وسعيدة وتعتبر حصاد لمجهود القيادة السياسية وفخامة الرئيس في الفترة اللي فاتت. وهختتم الأخبار بخبر مهم جدا، افتتاح مشروعات إسكان جديدة بتسهيلات غير مسبوقة. فعلا الدولة هتراعي محدود الدخل في المشروعات الإسكان الجديدة، وده انفراد صحفي أنا بقوله على الهوى، إن شاء الله في إعلان لمشروعات إسكان جديدة بتسهيلات غير مسبوقة خاصة للشباب. أعزائي المشاهدين، نخرج فاصل ونرجع مرة أخرى مع المداخلات ومع الفقرات الجديدة. طيب قبل ما نخرج، بس معانا الدكتور أحمد السكوت خبير صناعة الدواجن. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. ألو ألو دكتور أحمد. أيوة مع حضرتك، سامعني؟ إزاي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك. معانا خبير صناعة الدواجن المصري والعالمي الدكتور احمد السكوت، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، كل سنه وانت بألف خير يا رب. وحضرتك طيب يا فندم، ودايما مشرفنا يا فندم. مع حضرتك. الله يخليك، انا بس السؤال اللي على لسان كل المصريين، عايزين نتكلم على بروتين الغلابه، الفراخ. اسعارها رايحه لفين يا دكتور احمد؟ يعني اسعار الفراخ رايحه لفين؟ وايه اسباب ارتفاع الاسعار الفراخ والبيض؟ البيض ده بروتين برضو يعني الغلبان. موضوع الفراخ وموضوع البيض ده يهم كل بيت مصري سواء كان غني او فقير. تمام. الفتره اللي فاتت دي يعني شهدت بعض الـ 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 الظروف اللي ادت ارتفاع الاسعار، من ضمنها اللي بيحدث في البحر الاحمر، وفي بعض شركات تجاريه اللي هي بتدعم الواردات اللي بتجي لنا لمصر من الذره ومن الصويا، اعلنت ان هي مش هتمشي في البحر الاحمر، وبالتالي ده هيؤدي لارتفاع بسبب الحاله اللي موجوده، يعني الحروب والتهديدات لبعض السفن. طبعا، واحنا ما نقدرش ننكر ان احنا بنستورد نسبه كبيره جدا من خامات الاعلاف زي الذره وزي الصويا الى اخرها، لكن انا هتكلم على الذره والصويا اللي هي في الاساس العلف اللي هو 70%. فارتفاع التكلفة دي أدت إلى ارتفاع أسعار الفراخ. أسعار الفراخ كانت بتتراوح، وصلت من وقت من الأوقات كانت 70 جنيه، النهارده وصلت 62 63. أنا يعني بتكلم يعني في تراجع في أسعار الفراخ. طب والبيض يا دكتور؟ المزرعة، ده أنا بتكلم على المزرعة. تمام؟ تمام.
انا هاخد من سياده النائب اللي كان مع سعادتك ان احنا برضو محتاجين ايه تدخل الدوله احيانا في ضبط الاسعار. تمام تمام، لان المربين في مصر احنا على فكره بلد عاشقه لتربيه الدواجن. تمام، طب ليه ده ما نستثمروش يا فندم بدل ما يتم تحويل الموضوع والموقف المصري من ان احنا بنستورد لان احنا نصل للتصدير؟ يعني انت عارف الدول العربيه بيستهلكوا يعني منتجات الدواجن بكميات كبيره جدا، فليه ما نتحولش احنا بما ان حضرتك خبير في صناعه الدواجن؟ احنا طبعا زي ما سعادتك عارف 2006 ظهرت انفلونزا الطيور في مصر، ده ادت ان بقت علينا يعني تحديات ان احنا عشان نصدر. تمام، وبرغم كده الحمد لله تجاوزناها. تمام. النهارده في شركات كتير في مصر حصلت على الفري زون ان هي تمام. بالفعل بدات تصدر. تمام؟, تمام، على فكره التصدير هيكون سلاح ذو حدين، هيخلق تاني مؤشرات قويه ان السوق المصري سوق الدواجن يرجع تاني ما قبل 2006. تمام. الحاجه الثانيه ان احنا هنوفر دخل دولاري بمقابل ان احنا مهم جدا جدا ان احنا نسعى في ده يا فندم، ان احنا فعلا نزود الدخل من العمله الصعبه، احنا عايزين استقرار في الاسعار دي. هي بس هيبقى ليها طلب ان السفارات او القنصليات في الدول بعض الدول الافريقيه والعربيه تنشط معانا دي. تمام، وده بنضم صوتنا لصوت حضرتك طبعا يا دكتور احمد، يعني بالظبط. وبالمناسبه مصر يعني هي المكان اللي بيحتوي كل يعني كل الدول العربيه يعني. بالظبط، احنا هيحصل عندنا ان شاء الله في 2024 انتخابات اتحاد منتجي مربي الدواجن، ده بيروم بي 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 بيحتوي على شركات ومربين صغار وكبار. تمام، وان شاء الله هم بيتعهدوا على ان هم انتخابات تكون كويسه. تمام، وفي نفس الوقت هيبقوا كلهم اعضاء في الاتحاد بحيث ان هم يعملوا ايه، يقدروا يوفروا جزء من الحاجات دي اللي عباره عن ايه، لما يكون في خامات محليه زي الذره او الصويا ده هيهدي الاسعار شويه. تمام، بالفعل بقت في ذره شرق لوينات وبقت في بعض الذره المحليه، والناس فعلا بقت الفلاحين بقى بيزرعوا، وده بيؤدي لانخفاض السعر. وان شاء الله باذن الله ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله هيبقى في برضو ايه هدوء ملحوظ في موضوع الاسعار سواء في الفراخ او سواء في البيض. هي كلها اخبار ايجابيه، وحضرتك ختمتها معانا بان هيبقى في فعلا تحريك للاسعار في الانخفاض في صناعه الدواجن لان هي بروتين الفقير. بتقدم بخالص الشكر والتقدير لخبير صناعه الدواجن في مصر الدكتور احمد السكوت، الف شكر يا دكتور. اعزائي المشاهدين، دلوقتي الأخبار الإيجابية موجودة، أنا بس كنت عايز أنوه عن برنامج الفرسان في الموسم الجديد، وإن شاء الله نظل مع شاشة الصحة والجمال، شاشة البيت المصري بل البيت العربي بأكمله. إحنا إن شاء الله في بعض الفقرات هندخلها في برنامج الفرسان مع الموسم الجديد إن شاء الله، لأن دي آخر حلقة في 2023. هيبقى فيه فقرة اسمها رسائل الشعب الفارس الوطن، هي هتبقى بعض الرسائل لفخامة الرئيس من الشعب. هيبقى في فقرة فرسان العائلات، هي هناخد مش بعض العائلات، كل العائلات عريقة في مصر بلا استثناء. احنا عايزين نتواصل مع العائلات ومع فارس العائلة او كبير العائلة، ونتكلم على جذور العائلة وما قدمته العائلة من فرسان للوطن في كل المجالات. فان شاء الله ده يعني نرجو التواصل معانا لبحث في جذور العائلات المصريه، وده تراث وده تاريخنا لازم نبقى بنقدره جدا، وكل العائلات المصريه عريقه بلا استثناء. هننتظر التواصل معانا على تواصل البرنامج. معانا المستشار الاقتصادي محمد شهاب. سياده المستشار اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك، اهلا بيك محمد. بيه ازاي حضرتك يا فندم، وحضرتك بتشرفنا طبعا في برنامج الفرسان في وكل سنه وحضرتك طيب بمناسبه العام الجديد. الله يخليك. سؤال على لسان كل الشعب وخاصه العرسان والعرايس، اسباب ارتفاع اسعار الذهب. اسباب ارتفاع اسعار الذهب ده هو شيء طبيعي. شيء طبيعي جدا، لازم الذهب يرتفع، لان زياده الطلب على الذهب، لان الناس ما عندهاش ثقه
في ثبات سعر الجنيه. الجنيه كل يوم في النازل. هو تغيرات دوليه برضه يا معالي المستشار، يعني اقتصاد دولي يرجع لعده، يرجع لعده امور مهمه جدا. طبعا اولا الدوله بتبذل قصارى جهدها عشان توفر كل شيء، ولكن بعض الناس اللي هي لا ضمير عندها هي بتتاجر في السوق السوداء في الدولار، وده يتطلب بقى زي ما انت شايف الارتفاع المفرط. طبعا تدخل الدوله فورا يعني. فطبعا احنا حل الموضوع ده في الدنيا كويسه، بس طلب الزيادة على الذهب لان هو الحاجه الوحيده اللي بيبحثوا عنه كاستثمار يا فندم وحفظ للاموال يا سياده المستشار، يعني بيعتبروا الذهب من السلع الذي لا، ايوه، لان هو لا يثق. هو وصل لمرحله لا يثق في الجنيه، لا يثق الجنيه النهارده. طب الحل سريعا يا معالي المستشار، بما ان حضرتك يعني مستشار اقتصادي كبير، الحل السريع لازم الدوله تتدخل. تمام. في الموضوع ده الدوله الى تدخل موضوع حل الموضوع ده في جزئيتين. اول حاجه لازم تثبت سعر الصرف في البنك المركزي. تمام. فاهم؟ محاربه الناس اللي بتتاجر، المحتكرين. تمام. المحتكرين هو الدولار بيزيد ليه في الجنيه الدولار بيزيد ليه مقابل الجنيه؟ تمام. لان الناس بتحتكر السلع. تمام. وبتحتكر وبتتاجر في السوق السوداء في الدولار. تمام. فالدوله على عاتقها حاجات كثيره جدا، لا بد ان تثبت سعر الدولار في البنك المركزي. دي نقطة. النقطة الثانية لابد ان الدولة تتخذ اجراءات صارمة. تمام. عشان الناس اللي بتتاجر في الدولار في السوق السوداء لازم تاخد اجراءات صارمة. احنا مع حضرتك، بس عايزين نقول بشرى للارسان والعرايس مع بداية 24، هل الذهب هينزل ولا يستقر على الاسعار الحالية؟ لا، هو الذهب مش هيستقر على الاسعار الحالية، الذهب هيزيد كمان. هيزيد كمان بالوضع ان لم تتدخل الدوله في تنزيل. لا ان شاء الله تتدخل في البنك المركزي، الدوله لازم هيزيد تاني. هتدخل ان شاء الله. فبشكر معالي المستشار الاقتصادي والخبير المصرفي المستشار محمد شهاب، شكرا يا فندم. اعزائي المشاهدين، احنا كنا نتمنى نقول للعرسان والعرايس بشرى كويسه بانخفاض اسعار الذهب، لكن برضو ده بنوجه رسالة يعني أولياء أمور العرايس، يعني خفوا في الطلبات والمطالبات، خلي الشعب يعني يحس إن مفيش ضغط عليه وما يبقاش لود عليه، مدام الشاب اللي جاي متقدم حد محترم وحد كويس وحد فعلا نثق إن هو نجوزه بنتنا. فبلاش المغالاة في الشبكة والمهر والكلام ده بشكل عام. يعني ما طبعا ارتفاع أسعار الذهب، مش عايزين نتوقف عن الأفراح والزواج للشباب مع بداية 24، وإن شاء الله الدولة تتدخل وفعلا يتم تثبيت أسعار الذهب أو نزولها ويبقى في مجال للشباب. برضو عايز أكمل بالنسبة لفقرات برنامج الفرسان. أعزائي المشاهدين، الفقرات الجديدة في البرنامج الفرسان إن شاء الله هيكون لها صدى كبير جدا في الفترة اللي جاية 2024. منها فقرة جديدة اسمها فرسان العدالة، دي هنقدم فيها استشارات قانونية مجانية للسادة المشاهدين، تدعيم لثقافة القانون لدى المواطن. احنا عايزين فعلا ان المواطن يبقى عنده ثقافة قانونية، ده مهم جدا. فاحنا هنقدم الخدمة دي من خلال فرسان العدالة. هنستضيف في هذه الفقرة مستشارين ومحامين كبار للرد على استفسارات السادة المشاهدين. في فقرة مهمة جدا بعتبرها دي لأولادنا ولشبابنا، مش مرتبطة بعمر، وهي فقرة حلم العمر لفرسان المواهب والابتكارات، ونتمنى فعلا ان هي تكون بداية في 24 لكل أولادنا. أعزائي المشاهدين، في نهاية حلقة برنامج الفرسان بأتقدم لكل الشعب المصري بالتهنئة بالعام الجديد وفخامة الرئيس، وإن شاء الله مصر بخير. عاشت مصر.